التطوير الوظيفي عنوان بيتردد كتير بالمؤسسات والشركات، ولكن ما مدى تطبيقه الفعلي على أرض الواقع؟ شو هي الآليات المتبعة لهذا التطوير الوظيفي؟ وشو هي علاقته بكل من الاستبيان والاختصاص الجامعي؟ أسئلة كتيرة بيجيبنا عليها الأستاذ مصطفى عباسي، المدرب الوطني المعتمد. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباح صباحك. الخير. صباح الخير. يسعد صباحكم. قبل ما نحكي عن أهمية يمكن التطوير الوظيفي، خلينا نعرف الناس أكثر عن شو معنى التطوير الوظيفي. التطوير الوظيفي بفكرة كتير بسيطة، هو الارتقاء الوظيفي من منصب إلى منصب أعلى. نحن دائما بدون واسطة مهنيا تطلع تدريجيا بدون واسطة. هلا نحن بنقول انه الارتقاء الوظيفي اساسا، او بنقول انه هو الترفيع الوظيفي من منصب الى منصب اعلى. كل حدا فينا وقت بفوت على مؤسسة او على منظمة هو بيكون حاطط هدف بباله. هلا الهدف تبعه بيكون هو بيبدا بموظف عادي بيتسلسل ضمن مجموعه من النشاطات بقلب المؤسسه، ممكن يعمل روتيشن وظيفي او ممكن يعمل تدوير وظيفي، بيكون بقسم المبيعات، بيصير بقسم التسويق، بيروح لقسم الموارد البشريه لحتى يقدر يكون هو بمكان فعلا يقدم فيه افضل ما عنده. بعدين ببلش بالتسلسل الوظيفي من موظف عادي، ممكن يصير مدير قسم، ممكن يصير مدير مؤسسه بوقت من الاوقات. فهذا ما يسمى بالتطوير الوظيفي اللي هو الارتقاء. وطبعا في فرق بين التطوير الوظيفي وبين تطوير المسار المهني. يعني نحن في عنا هدول الفكرتين دائما نحن نخلط بيناتهم. تطوير المسار المهني شيء والتطوير الوظيفي شيء آخر تماما. التطوير الوظيفي هو الارتقاء، بينما تطوير المسار المهني أنا بكون مثلا اليوم عم بشتغل بالقطاع الهندسي، ففي فكرة معينة بالقطاع الهندسي أنا بحاول أتخصص فيها أكثر لحتى يصير في عندي تطوير بالمسار المهني تبعي. يمكن تبعي. تطوير مهاراتك والاجتهاد عليها. ممكن يكون تطوير مهارات أو تخصص أكثر. يعني بنلاقي مثلا مهندس المعلوماتية بيروح بيتخصص شبكات أو برمجيات أو ذكاء صناعي مثلا. هلا هذا النوع من التخصص هو ما يسمى بتطوير المسار المهني، بينما التطوير الوظيفي هو الارتقاء الوظيفي من موظف عادي لمدير من دون الواسطة. مثل ما ذكرتي أكيد نحن هذا الشيء دي بالمية عم نطبقه بشركاتنا العامة والخاصة، وهل هو عم يتطبق على أرض الواقع؟ الحقيقة بالشركات العامة مطبق أكثر من الشركات الخاصة. بالشركات العامة في بوليسي، إيه في بوليسي واضحة، يعني بالمؤسسات والوزارات بالمديريات بالدولة بيكون في سياسات واضحة للترقية الوظيفية. يعني الشخص اللي بيصير بيكون مثلا بفوت موظف عادي على الشهادة الجامعية بعد 5 سنوات فهو بيصير مثلا رئيس قسم، بعد 10 سنوات بيصير رئيس دائرة، وهكذا لحتى يوصل فرضا لمنصب مدير عام بحسب الترشيحات وما شابه، بحسب التزامه الوظيفي وسجله الوظيفي في حال خالي من العقوبات من المشكلات إلى آخره ما ذلك. بالقطاع الخاص عادة ما نحن بنسميه الاستقطاب الداخلي. يعني نحن بيكون في محل معين بيفضى عنا شاغر من الشواغر الوظيفية، بنحط إعلان لحتى نستقطب من المؤسسة نفسها. يعني دائما بس بالمنظمات الخاصة شوي موضوع سياسة الترقية الوظيفية ما كتير واضحة، خاصة أنه أغلب مؤسساتنا المؤسسات الكبيرة هي مؤسسات شوي قليلة. يعني بنلاقي أنه هي البنوك، شركات التأمين، شركات الاتصالات هي أكثر الشركات، أو شركات التطوير العقاري سابقا كمان كانت موجودة، هي أكثر الشركات الكبيرة اللي بنشوف فيها نوع من الهيكلية الوظيفية الحقيقية. هلا باقي المؤسسات بنروح فيها للنمط العائلي أكثر. يعني اللي بنلاقي مثلا مدير الشركة وابن أخوه وابن أخته وابنه وابن عمه، صح. فالتسلسلية الوظيفية بتكون بهذا النمط. فعادة ما بيكون التطور الوظيفي فيها له سقف معين. يعني خلص أنا صرت مدير قسم، مدير موارد بشرية مثلا، مدير قسم التسويق إلى آخره من ذلك، بس أنا مثلا ما بترفع لحتى سير مدير مؤسسة. بينما بالشركات الكبيرة لا، ممكن أوصل لمحل سير مدير مؤسسة، أو بالمنظمات الحكومية مثلا ممكن سير مدير مؤسسة بعد وقت من الزمن لما بيصير عندي مثلا خدمة أكثر من 20 سنة بنفس المؤسسة بشروط محددة. الشركات الخاصة عادة هي بتروح بتدور على الأشخاص الجاهزة أكثر. يعني أنا عندهم خبرة أكثر نوعا ما. الخبرة أكثر، ونحن بدنا عالم تشتغل فورا. يعني عنده خبرة، فأنا ما بتعب حالي وبدربة وبحط قد
ما كان عندي خبرة أنا لازم أدرب. يعني المؤسسات دائما هي بتغفل جانب التدريب شوي بمجالها، لأنه دائما كل مؤسسة بتختلف بنظامها الداخلي عن مؤسسات تانية، حتى بطريقة عملها، بطريقة تدوير بالتدريب، بطريقة التدوير الوظيفي نحن بنسميه. عندنا في عالم بمؤسسات ما بتقبل إلا يكون الريكروتمنت داخلي أو الاستقطاب داخلي، بينما بشركات تانية لا، ممكن يكون الاستقطاب هو خارجي ما عندنا مشكلة معه. فكل مؤسسة إلى نمط معين بعملها، هذا النمط هو بحاجة لتدريب، بعيدا عن الكفاءات، بعيدا عن المهارات، ممكن أنا يكون عندي مهارات شبه كاملة، ولكن هل أنا بحاجة لتدريب؟ إيه بحاجة لتدريب لأفهم سيستم المؤسسة نفسه، لأفهم شو هي سياستها وآلياتها. خلينا نحكي عن أهمية فعلا تطبيق آلية التطوير الوظيفي نوعا ما على إنتاجية العمل. يعني فعليا لو نحن طبقنا هي الآلية بشكل صحيح في عنا إنتاجية عمل تختلف، يعني بيكون عندك العمل إنتاجه بشكل مختلف تماما. رح أقول شيء هو بالنسبة لنا بشكل عامل كتير مهم. هلا إذا رحنا لألف باء الإدارة بكل مقوماتها، أول ما ببلش الشخص يدرس أي علم من علوم الإدارة فهو بيدرس فورا هرم ماثلو، هرم ماثلو الاحتياجات الشخصية أو الاحتياجات الوظيفية، نحن بعض الأحيان مندرب الأشخاص عليه. ففي محل معين هو اسمه تقدير الذات، هذا بيكون برأس الهرم تقريبا. لما نحن بنوصل لتقدير الذات، أنا كل ما بعمل عملية تطوير وظيفي بقلب المؤسسة بحسس الموظف بقديش هو بلش يحس بتقدير ذاته، وبالتالي كل موظف هو بيكون عامل عملية استكانة، لأنه خلص أنا محافظ على موقعي الوظيفي وأنا ما عاد عندي مشكلة. لما بيصير في عملية التطوير الوظيفي بيصير هو بالعكس هو بيطور مهاراته، ولو المؤسسة اغفلت جانب تطوير المهارات. هلا احنا بنشوف في بعض المؤسسات الخاصة في فترة الأزمات أول شغلة بنوقفه هو عامل التدريب، يعني قطاع التدريب فورا بتتوقف ميزانياته بشكل أو بآخر، يعني تطوير مهارات الموظفين. فإذا كان الموظف هو حابب أنه فعلا يصل لمحل معين وكانت سياسة مؤسسته تدعم ما يسمى بالتطوير الوظيفي، فهو بيبلش يطور مهاراته الشخصية بشكل شخصي بشكل فردي. هون بهي الحالة مين اللي عم يستفيد من هي الموارد؟ مين عم يستفيد من هي المهارات اللي هو عم يطورها؟ هي المؤسسة نفسها. لهيك هي عم تأثر على إنتاجية المؤسسة بالدرجة الأولى، عم تأثر على كل البيئة المحيطة بقلب المؤسسة. يعني المؤسسة ما بتعود بس هي عم تشتغل على أساس أنه تجيب ناس من برا، لا، هدول الناس نفسهم اللي هن موجودين عندها صاروا عم يقدروا أنه هن يطوروا وظيفيا، عم يقدروا أنه يؤدوا أفضل أداء بقلب المؤسسة لحتى يوصلوها فعلا للربحية اللي هي بدها إياها، إن كان على صعيد المؤسسات الربحية وإن كان على صعيد مؤسسات غير الربحية كمان تودي للعمل الاجتماعي اللي هن بالدنيا. لأنه دائما لما أنا بعرف أنه أنا اليوم موظف عادي بكرة حكون بمنصب أعلى واللي بعده حكون بمنصب أعلى وهكذا، بيكون عندي الحافز. طول ما أنا عندي الحافز فإذا أنا رح أوصل للمكان اللي أنا بدي إياه، وبأثر على المؤسسة بإني أنا أدي الأفضل لهي المؤسسة. نحن دائما منروح من أسقط الضوء على معايير معينة، منقول إنه نحن بدنا كواليتي بقلب المؤسسة، بدنا جودة، بدنا شيء تاني. أحيانا بيقول لك مدير المؤسسة بيقول لك بدي كواليتي وكوانتيتي، يعني بدي كمية وبدي جودة. بنفس الوقت بيروحوا بيركزوا على المورد المالي، ولكن المورد البشري دائما بيكون مغفل، مع انه قد ما كنا نحن عم نشتغل بكواليتي وقد ما كنا عم نشتغل بكوانتيتي وقد ما كنا عم نشتغل بموارد ماليه، اذا الموارد البشريه اللي موجوده عندنا ما نقد انه تدير هي المؤسسه، فهي المؤسسه نهايتها رح تكون صعبه شوي، لانه ما في حدا يقدر يستثمر. فنحن دائما بنقول استثمار بالموارد البشريه اهم من الاستثمار بالموارد الماليه، لانه قد ما كانت الموارد الماليه كبيره بلش تتبدد، بينما قد ما كانت الموارد الماليه صغيره اذا كان في موارد بشريه عن جد حقيقيه قدرانه ترفع المؤسسه، فهي حتستثمر هالموارد البسيطه وتساويها موارد مهمه وتساوي انتاجيه اعلى. نعم، خلينا ننتقل، يمكن نحكي انه التطوير الوظيفي مين بقيمه، او الشخص اللي بقيمه شو لازم هو يتمتع بصفات، او شو لازم يكون عنده اثباتات بين ايديه انه هذا الشخص مناسب لانه يتطور من منصب لتاني او من مكان لتاني. هلا نحن في عنا بعملية التطوير الوظيفي عادة، إذا بنقول على مرحلة الارتقاء الوظيفي اللي هي ترفيع من منصب لمنصب، نحن عادة بيكون في عملية اللي هي أولا الشاغر المتوفر. يعني أنا لازم يكون في عندي شاغر متوفر، أنا ما بروح أفصل شاغر للموظف، لأنه مجرد أن فصلت الشاغر لهذا الموظف فإذا أنا صرت عم فوت بخلل وظيفي بالهيكلية التنظيمية ككل. فأنا لازم يكون عندي أولا شاغر وظيفي فضي صار في محل حتى أن يطور فيه. اللي بيحدد مجال التطوير الوظيفي عادة هي إدارة الموارد البشرية بكل مؤسسة، هي المعنية تماما بالتطوير الوظيفي للأفراد.
لانه هدول الافراد هن اللي بيكون عم يرتفع عن للموارد البشريه، عم يرتفع السكور سيستم تبعهم، يعني اللي هو نقاطهم انه قديش هذا الموظف كان ملتزم وظيفيا، قديش هو ملتزم بالوقت، ملتزم بالتسليم مهامه، ما كان عنده نظام من انظمه التسويف، ما كان عنده بيوم من الايام اهمال لواجباته الوظيفيه بقلب المؤسسه الى اخره من ذلك. هلا هذا بيكون موجود عند الموارد البشريه، كمان بتكون موجود عندهم بالاضافه لهيك بيكون عندهم تقارير من المدير المباشر للموظف اللي انا اساسا بدي اعمل له الترقيه الوظيفيه. الشغله الثالثه المهم، الشغله الرابعه المهمه اللي بتكون موجوده بين ايدينا كمان، بيكون في عنا شهادات الشخص اللي انا بدي رفعه، لانه انا ما فيني شخص يكون عنده 20 سنه. هون في ارتباط فينا نقول بين التطوير الوظيفي والشهاده الجامعيه، الشهاده العلميه صحيح. هلا احيانا تغفل للحقيقه بالمؤسسات الخاصة تحديدا، هلا المؤسسات الحكومية ما فيهم يغفلوها ابدا، صحيح. يعني انا اليوم ما فيني احط مدير عام معه بكالوريا، هي قطعا قد ما كان هذا الشخص كواليفايد، قد ما كان من اصحاب الخبرة، بالمؤسسات العامة ما في مجال، بالمؤسسات الخاصة قد يتم تجاوزها، يعني مدير معمل مثلا احيانا بتلاقي انه هذا اللي بيسموه مصطلح دائما بنسمعه بالمعامل وخاصة بالشركات الخاصة اللي هي اهلية او بالقطاع العائلي، بيقول لك هذا ام الاولاد، يعني هذا اللي هو أسس المؤسسة مع أصحابه من البداية، بلش معهم وصار له 20-25 سنة بقلب المؤسسة وتطور هذا المعمل وصار معمل كتير مهم وكبير، فقاموا جابوا له هذا الشخص وحطوه مدير المعمل لأنه هو بيعرف تماما حتى المخطط الهندسي وين موجود تبعه، فبيحطوه مدير احيانا لهذا المعمل. هلا قديش هذا الكلام صح او خطا، احيانا نحن بنختلف واحيانا بنتفق بعمليه الاختلاف لانه هي وجهات نظر اداريه بالنتيجه، وقد يكون في مدير فني وقد يكون في مدير اداري والى اخره من ذلك من هي المقومات مشان ما نشعب كثير بهذا الموضوع. ولكن عاده التطوير الوظيفي لازم يكون مرتبط بالشهاده الجامعيه، وبالاضافه للشهاده الجامعيه هي الخبرات المتوفره، مو بس الشهاده الجامعيه، لانه الشهاده الجامعيه لحالها هي جناح لهذا الطير، بينما الخبرات المتراكمة هي الجناح الثاني، فما بيقدر هذا الطائر انه يطير اساسا اللي هو الشخص اللي عم يؤدي الوظيفة الا ليكون عنده جناحين سليمين، اللي هو جناح الاكاديمي والجناح المهني بنفس الوقت، عطب واحد من بيناتهم حيأثر على تطوره المهني. نعم، خلينا شوية ننتقل ونحكي عن التحفيز، يعني المدح، التطوير الوظيفي، يمكن التقدير على خطوة صحيحة قام فيها الموظف، تقديره حتى بكلمة شكرا، قديش مهمة للنفسية، قديش مهمة كمان لحتى يمكن تقديم أكثر للمنصب يلي هو استلمه. هلا الحقيقة اليوم عنا في بلدنا تحديدا اهم محفز انك تعطيه مكافاه ماديه بعد غلاء الاسعار بعد منا قليل شكرا هلا للحقيقه أنا فعلا انا قصدي بس انه يعني فعلا هو دائما في عنا نظام بالتطوير الوظيفي هو جزء من المحفزات هي انه نحن نعمل ترقيه للموظف، ولكن دائما في بكل مؤسسه كمان لحتى تقدر فعلا تحط القانون صح وتطبقه صح يكون في نظام الثواب ونظام للعقاب. هلا انظمه الثواب انظمه متعارف عليها بكل مكان اللي هي الارتقاء الوظيفي، المكافآت الماليه، المكافآت المعنويه، توجيه رساله الشكر، ارسال الموظفين لدورات داخليه او دورات خارجيه اللي احنا بنسميها احيانا الدورات، عالم بتقول ليش عم يبعثوا العالم دورات تدريبيه، هلا بشوف المنظمات الدوليه كثير بتعتني بموضوع التدريب اكثر من المنظمات المحليه، احيانا بنسال المنظمه الدوليه انه فلان عنده اكسبيرينس او عنده خبره كثير عاليه، ليش بعتينه لهذا التدريب؟ بيقول لك خلينا نعمل له شيء اسمه صار عنده احتراق وظيفي، خلينا نعمل له شيء اسمه تفريغ مشاعري عن طريق التدريب. فاحيانا المؤسسه بتعمل عمليه التحفيز انه هي بتبعته لخارج اجواء العمل بس هي ما قالت له خذ اجازه مشان ما يحس انه هو مثل مستبعد عن العمل خلال هي الفتره، بتقول له روح اعمل تدريب بهذا المجال، اولا بترفع له كفاءته، ثانيا بتعمل له تحفيز داخلي، ثالثا بتعمل له ريفريش، يعني بتعمل له تحديث او بتعمل له تطوير لهذا الموظف، بتطالعه من الاحتراق الوظيفي اللي هو موجود فيه وبترجعه بنفسيه مختلفه. اغلب الاحيان بيكون هذا التدريب هو خارج بيئه العمل بالمطلق، ممكن يكون بيروت، ممكن يكون بفندق 5 نجوم، ممكن يكون بدوله اوروبيه حسب بقى الشخص اللي موجود بقلب هالمنظمه ودرجته الوظيفيه. لهيك انه نحن اساسا المكافآت الوظيفيه او التحفيز هي إلى عوامل مختلفة، كل شركة أو كل منظمة بتختلف إلى آلية خاصة بتتبع تماما، ومو بس آلية خاصة، هي بالبوليسي بالسياسات المؤسسة. أنا بكافئ بكذا وبعاقب بكذا. بالفترات الأخيرة صرنا عم
شوف عاقب بكذا بدون ما كافئ والمكافأة شفافة بتكون ما تمام أكيد بدنا نتشكرك على يمكن الطاقة الإيجابية اللي منحتنا إياها بعيدا عن الواسطة بالوظيفة. شكرا كثير لك. شكرا كثير لحضورك وإن شاء الله دائما نرتقي بالوظائف وتكون المكافآت وتكون التطوير الوظيفي هو يمكن الهدف الأساسي. شكرا كثير لك.